تنتعش بلاد المغرب خلال شهر رمضان المبارك بإحياء عادات وتقاليد مختلفة، إذ يبدأ الاستعداد بالمغرب لشهر رمضان بشهرين قبل حلوله، فيبدأ التهافت على الأسواق الشعبية لشراء لوازم رمضان، وما إن يهل هلال حتى ترتسم البسمة على شفاه المغاربة لتنطلق ألسنتهم عواشر مبروكة ومعناها أيام مباركة. إن الطاولة المغربية في هذا الشهر تكون مملوءة بالمأكولات، إلا أن شوربة الحريرة تبقى سيدة المائدة برفقة الشباكية، وهي حلوى أساسية في مائدة الإفطار، بالإضافة إلى التمر وفطائر اللحم والبغرير والمسمن. وما أن تنتهي الأسرة من الإفطار حتى تعبق المساجد بأنواع الطيب والبخور، وتصع أنوارها في صلاة العشاء والتراويح. كما تتجلى مظاهر هذا الشهر الفضيل أيضا في الدروس الحسنية الرمضانية التي يترأسها محمد السادس بمشاركة مجموعة من العلماء والمشايخ بهدف توعية الناس. بقدر ما تخلو الشوارع في المغرب من الناس وقت الإفطار، بقدر ما تدب الحياة من جديد مباشرة بعد صلاة التراويح، فليالي رمضان عند المغاربة تتحول إلى نهار، فبعد أداء صلاة التراويح يسارع الناس إلى الاجتماع والالتقاء لتبادل أطراف الحديث، حيث تمتلئ المساحات العامة بالمئات من الناس في الرباط، خصوصا الحدائق والمنتزهات، وكذلك المقاهي التي تفتح أبوابها ليلا، خاصة شارع محمد الخامس الذي يشهد توافدا هائلا للترويح عن النفس. كما تعرف مراكش الملقبة بالبهجة الكثير من أجواء السهر والسمر والمرح أيضا، خاصة ساحة جامع لفنا، ويستمر السهر طويلا حتى وقت السحور، فيبرز الشاي المغربي وهو أهم عنصر من العناصر التقليدية المتوارثة. في حين نقول أن شخصية الطبال لا تزال ذات حضور وقبول، فبالرغم من وسائل الإيقاظ الذي جاد بها العصر لم يستطع أن يبعدها عن بؤرة الحدث الرمضاني، إذ لا زالت حاضرة في كل حي، ما يضفي طعما مميزا ومحببا لدى النفوس هناك. أما الأزياء التقليدية فتتألق في رمضان، إذ يتنوع أذواق الرجال والنساء في التحلي بالجلابة بألوانها وتصميماتها المتنوعة، إذ تجمع ما بينه وتقليدي وعصري. كما تحرص الأسر المغربية على احترام الطقوس القديمة لصيام الأطفال، فعند صيام الطفلة يوضع تاج على رأسها وتزيينها بأبهى الحلل، بالإضافة إلى ارتداء البنت أزياء تقليدية، ولدى عودتها من المسجد يقدم لها الحليب والتمر، وتجلس في مكان يطلقون عليه العرش، وتقام حفلة صغيرة. طقوس البنات تختلف عن طقوس الذكور، فالولد يضعون له في الكف اليمنى الحناء على شكل قرص في أول أيام صيامه، معتبرين أن الشكل الدائري للحناء يأخذ شكل شمس صغيرة تحمل رمز الخير والأمل والغد المشرق، وإن هذه العادات ترتبط بالتراث الأندلسي، عادة عريقة يحييها الشعب المغربي كل عام ليعيش بهجة طوال شهر رمضان الكريم.